والله كان احكي لك الصور عندي بالك جامي هضرتها بصح اليوم كان عندي في هذيك كان نبيل نغيس هو مدرب تقدر تساله عيط لي نبيل نغيس قال لي صافي فوالا قال لي فوالا فوالا هيا درت انا الديبارت هيا قلت سي بون عيط للبريزيدون وانا ما كنتش خالص جبت له 1 مليار سنتيم والله نشكر الصديق تاعي اللي هو اللي هو اللي جرى هو اللي استكلف بالمبلغ هذا جبت له 1 مليار سنتيم قلت له فوالا لما نشكرك بيان سيريس قلت له هاك حبيت نجرب من بعد ولا ما يهزش عليا التليفون.